الإمام الخميني قدس سره مصدر الخوف كبير أنه جاء بإيديولوجيا تصلح لأن تحكم البشرية وتعم بينها روابط الخير والمحبة. تعرف البلدان الاستعمارية، البلدان التي تسمى عظمى، التي تنتمي أيضا لما يسمى بالعالم الأول، هي دول استبدادية. واليوم أنا قلت لك اليوم العالم كشف هذه البلدان ديمقراطية وحقوق إنسان وإعلان وكذا، لكن عندما وصلت القضية إلى مصالح مباشرة، شوف وجههم القبيح في غزة، شوف وجههم القبيح في اليمن، شوف وجههم القبيح في العراق، شوف وجههم القبيح في كثير وفي البوسنة والهرسك كما ذكر الدكتور. هذه البلدان الإمام الخميني عراها، وأيضا هو حتى يمكن عمد إلى أن يكون هناك مجموعة أو جهة تعمل لدعم حركات التحرر. ليس فقط الأمر لا يخص الإيرانيين ولا يخص بلدان المنطقة الإسلامية، بل حركات التحرر في كل العالم.